السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم، يعطيكم ألف عافية. فيديو جديد راح نحكي فيه على موضوع في غاية الأهمية، لكن قبل كل شيء، قبل أن نتكلم عن الخوف وعكس الخوف وكل هال، أعيد وأكرر الشكر الجزيل لكل من يشارك على هذه الصفحة، الشكر الجزيل لكل من يعلق، الشكر الجزيل لكل من استجاب. أعلننا منحة بمناسبة الوصول إلى 1,000,000 متابع. حقيقة في أول 24 ساعة جاءنا أكثر من 1,000 طلب، وحاولنا بشتى الطرق أنه نقبل أكبر عدد ممكن، ووصلنا إلى عدد أكبر من 100. قبلنا يمكن تقريبا إلى الآن 120-122 شخص. فبتشكركم، وإن شاء الله زي ما نقول دائما الخير في الجايات. نسأل الله تعالى أنه دائما يعطينا القوة والعافية والإمكانيات، أنه دائما نفتح مجال لأن يشارك أكبر عدد ممكن من الناس، لأن رسالتنا رسالة وعي. اليوم نحكي عن الخوف. بدي بعد إذنكم الناس اللي عم تسمعنا، عندي سؤال لكم. ما عكس كلمة خوف؟ ما هو عكس الخوف؟ يا ريت بعد إذنكم نسمع التعليقات تبعتكم. لما بقول إنسان خائف، ما عكس كلمة خائف؟ يا ريت هيك نكتب تعليقاتنا وتحكي لي من وجهة نظرك ما هو عكس كلمة خائف، لأنه بضدها تتميز الأشياء. أحد أسباب عدم التعامل مع الخوف بشكل سليم هو اعتقادات ومعتقدات خاطئة عن عكس الكلمة. اليوم لما بدي أجي أحكي الكلمة وعكسها، اليوم لما بدي يكون في نار، لما بدي يكون في نار مولع، شو منجيب؟ منجيب ماء. الماء يطفئ النار، صح ولا لا؟ ولو عنا ماء بدنا نبخره منجيب نار، فمنرفع درجة حرارته عشان يتبخر. الكلمات بعكسها تعالج. لذلك لما بصير لا قدر الله حريق، مباشرة الناس تذهب للبحث عن ماء، أو تبحث عن أي شيء يقلل الأكسجين، سواء تراب أو ماء أو تغطيه. لكن السؤال، الخوف ما هو عكس كلمة خائف؟ عكس كلمة خائف، في ناس كتبت أمان، مي بتحكي أهلا مي، بتحكي الحب ما في خوف. ما عكس كلمة مطمئن؟ خائف مطمئن. عكس كلمة خوف شجاعة. عكس كلمة خوف قوي هاجر. كايرا أمان، مطمئن، طمأنينة. طيب تمام، طمأنينة، نعم قوي. طيب تسمحوا لي أنا أحكي لكم وجهة نظري في عكس كلمة خوف. وإذا بتبرمج نفسك هذه البرمجة، كثير أمور بتتحسن في حياتك من ناحية الخوف. عكس كلمة خوف تقبل، وليست طمأنينة، وليست، لأنه في مرحلة ما قبل الطمأنينة التقبل. لو قلت أني أنا أخاف من الموت، فكان عكس الخوف أني أتقبل أنه الموت حق. لما أحكي أنه أنا خايف من الامتحان، أنا عندي خوف من الامتحان، لو تقبلت أنه سأأخذ في الامتحان على قدر مجهودي، تقبلت الفكرة. لو قلت أنا خايف من الكوفيد، من الكورونا، خايف أني أنصاب بالمرض والكورونا، فتقبلت فكرة أنه لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وأنا سأأخذ بالأسباب. أحد المشاكل الأساسية عندما نعتقد أنه عكس الخوف هو الشجاعة. الشجاعة عكس الجبن، شخص جبان، شخص شجاع. عكس الخوف القوة، لا، القوة عكس الضعف. عكس الخوف الطمأنينة. الطمأنينة هي، أنا أتفق أن الطمأنينة، لكن الطمأنينة هي نتيجة للتقبل. عندما يتقبل الإنسان، التقبل، لما يقول ربنا ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وهل ذكر الله هو فقط تحريك اللسان؟ أم ذكر الله يعني أني أنا أتقبل أن كل شيء رح يجي من رب العالمين؟ هو خير. عكس كلمة خوف تقبل. من اليوم ورايح لما بدي يكون عندك خوف في حياتك لازم تتقبل. اليوم انت، احنا احد الاشياء اللي بتأثر علينا في حياتنا هو الخوف من الاشياء الوهمية وليس الاشياء الحقيقية. الخوف هو استجابة الجسم لمؤثر خارجي قد يكون حقيقي وقد يكون غير حقيقي. فاذا كان حقيقيا، انا خايف من الاسد، اسد قدامي، هذا يسمى الخوف من خطر، هذا خطر. اما اذا كان غير حقيقي فهي هون المشكلة. انا خايف من المستقبل، طب المستقبل بيد مين؟ بيد الله. ما تتقبل كل شيء بيجيك،
ما كل شيء حيجيك حيكون لمصلحتك، مش دائما. بعيد وبكرر، كل ما في هذه الدنيا يحصل لأجلك. معظم مخاوفي الشخصية انتهت بالتقبل، فعندما تقبلت أنه كل ما سيحدث لي سيحدث لأجلي، ولن أكون ولم أكون ولن أكون أرحم من خالقي بي، ربنا أرحم بي من كل الناس، حتى أرحم مني أنا. ممكن أؤذي نفسي، لكن لا يؤذي الله أحد، أنا اللي بأذي نفسي. الإنسان لما يمسك سيجارة ويدخن، ولما يشرب كحول، ولما يؤذي الناس، هو يؤذي نفسه. لكن لما الإنسان يتقبل المستقبل، أنا سأتقبل المستقبل كما هو. هذا لا يعني الاستسلام السلبي، نحن نتكلم عن الاستسلام الإيجابي. ما الفرق بينهما؟ الاستسلام السلبي هو توقع الشيء وتوقع شيء معين وعدم العمل نهائيا لتغييره. أما الاستسلام الإيجابي فهو تقبل الشيء الذي سيحدث، لكن سأقوم بما يجب أن أقوم به. وهنا هذا عكس الخوف. أنا خايف من الامتحان، تقبل أي نتيجة ستأتي. ممكن تدرس للامتحان وتدخل على الامتحان تنسى كل شيء، ممكن تدرس للامتحان وتقدم الامتحان وتجيب أعلى نتيجة في الامتحان وبعدين تطلع إنسان فاشل في الحياة. ممكن تدرس للامتحان وربنا يفتح عليك في الامتحان وتتذكر. كل شيء وارد، لكن أتقبل أن النتيجة ستأتي. كل المطلوب مني أن آخذ بالأسباب فقط. فاللي عنده خوف وعايش في خوف وعايش في رعبة، زي الكثير اللي بيخافوا من الموت. هل أنت متقبل فكرة الموت؟ هل تعلم أنك ستموت؟ هل تعلم أن حرصك لن يزيد عمرك؟ هل تعلمون أن حرصكم لن يزيد عمركم؟ ولكن إذا لا قدر الله استهترت ستحاسب على استهتارك، وإذا لم تستهتر فتذهب إلى النهاية المحتومة للجميع، هي تلك الحفرة في انتظارنا جميعا، وهي حفرة بوابة لعالم آخر وليست نهاية الحياة. لذلك أنا أقول عكس الخوف التقبل، عكس الخوف ليس الشجاعة، عكس الخوف ليس القوة، عكس الخوف ليش نحمل الناس فوق طاقتها؟ لازم تكون شجاع وتبطل خايف. من قال أنك أنت لازم تبطل تخاف؟ وليش نتعامل مع الخوف على أنه مجرم؟ الخوف ليس مجرم، الخوف هو سلاح ربنا أعطانا إياه حتى نتصرف في المواقف الصعبة. لو الإنسان لا يخاف الإنسان لا يستمر، كان انقرضت البشرية. الخوف هو المحرك الأساسي للتغيير، ولذلك كان عكس الخوف التقبل، وبضدها تتميز الأشياء. فإذا ظهر الخوف وظهر مقابله التقبل، استطاع الإنسان بهذا التقبل أن يخرج كل ما عنده ليصل إلى ما يصبو إليه. فإذا جاءت النتيجة كما أراد فالحمد لله رب العالمين، شيء رائع. وإذا جاءت عكس ما أراد فهو من الأساس تقبلها، وبالتالي سيبدأ يبحث عن الحكمة. طيب أنا النتيجة ما أجيت كما أرد، أكيد ربنا له حكمة أكبر. أنا عملت اللي علي، أنا درست للامتحان، أنا أخذت بالأسباب، أنا غسلت إيدي، أنا عملت، أنا أخذت أكلت أكل صحي، أنا ما دخنت. بيجيني ناس بحكي لي دكتور أنا جدي قاعد يدخن 40 سنة وما صابوش سرطان، وفلان دخن شهرين صار معاه سرطان. كلياتها بالآخر فكرة تقبل. الخوف لن ينقذ إنسان من قدره، لذلك عكس الخوف هو التقبل. تقبل الحياة فبها أشياء جميلة. الخوف من المشاعر السلبية اللي نحن نتكلم عنها كثيرا في مدرسة الحياة، وأنا حقيقة بدي أشكر كل مشتركي مدرسة الحياة، وبدي أشكر يعني بدأت اليوم تظهر مشاريع مبنية على مدرسة الحياة. بدي أشكركم جميعا على كل التجاوب، وعلى كل طالب سجل معنا. أعطينا شهادات للطلاب اللي خلصوا المستوى الرابع، وأتمنى أنهم يكونوا يعني بإذن الله منارة لطلاب آخرين بطريقتهم. نحن دائما نقول العلم ليس حكر على أي أحد، بالعكس وظيفة العلم أنه يتناقل. الوعي يجب أن يكون شعلة تتناقلها الناس ما بينها، وهذا هو بالآخر هو الأمر بالمعروف، العلم هو المعروف. لذلك نحن إن شاء الله في عنا مجموعة جميلة جدا راح تفتح الشهر هذا، فتحت باب التسجيل فيها، أهلا وسهلا بالجميع. وأيضا نظرا للضغط الشديد على تدريب أساسيات العلاقات الناجحة والزواج، فنحن أيضا فتحنا التسجيل مرة أخرى لمن يريد التسجيل. فلا يعني استثمروها،
يعلم الله نحن اليوم موجودين في الحياة، بكرة بجوز نكون مش موجودين. تقبلنا الموت فحياه الله متى أتى، وإذا كنا خايفين من عملنا فلن يدخل الإنسان الجنة بعمله. أنا سأدخل برحمة ربي الجنة، وأنا عند وربنا بيقول أنا عند ظني عبدي بي، وأنا ظني بربي إنه ربنا لن يظلم أحد، وإنه إن شاء الله ربنا حيعاملنا بالفضل وليس بالعدل. لذلك بالتقبل وحده نستطيع أن نتعدى الخوف. كانت هاي بس هيك رسالة صغيرة ابعتها لكل إنسان عنده خوف، قلق، خايف اقتصاديا، خايف اجتماعيا، خايف من المرض، خايف من الموت. عسى الله أن يجعل في هذا الكلام قبول وتغيير. بدي أشكر كل اللي عم بتواصلوا معنا ببعثوا لنا رسائل من قلب الحياة. مايسترو الحياة دكتور حسن المزين يتمنى لكم كل التوفيق والسعادة. كل روابط التسجيل سأتركها فوق الفيديو. شكرا لكم، وبالنسبة طبعا لمتابعين اليوتيوب راح تكون في وصف الفيديو في الأسفل. السلام عليكم، شكرا لكم.